مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم سنتعرف على أيام الأسبوع. أيام الأسبوع 7، وهي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. والآن ردد معي: أيام الأسبوع 7، وهي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، ثم الأحد. إذا كان اليوم يوم الثلاثاء، الأمس ماذا كان؟ نعم، الأمس كان يوم الاثنين. الأمس كان يوم الاثنين. وغدا ماذا سيكون؟ غدا سيكون يوم الأربعاء. غدا سيكون يوم الأربعاء. أحسنت! مجهود رائع! شكراً للمتابعة. إلى اللقاء!